وبشأن هدم خيام النازحين تنضم إلينا عبر الهاتف من عمان الناشطة الحقوقية إيناس زايد. أستاذة إيناس مرحبا بك. يعني لنبدأ ما صرح به مجلس محافظة نينوى يحذر من كارثة محتملة جراء هدم خيام النازحين في مخيم الحاج علي. بداية، كيف تنظرين لعملية إزالة خيام النازحين في هذا المخيم؟ نعم، مساء الخير لكم ولجميع المشاهدين. يعني هذا يعتبر انتهاك صارخ على حقوق الإنسان، وهو فعليا انتهاك مركب على تلك العوائل التي فقدت ابتداء حقها في مسكن وبيئة مستقلة منذ يعني أن تهدمت بيوتها وقبل أن تنزح إلى تلك المخيمات. واليوم نشهد انتهاك آخر متمثل بهدم تلك الخيام، وهو الأمر الذي أيضا يعتبر انتهاك للحق في الحياة الكريمة وبيئة مستقلة يعني قد تعيش فيها تلك العوائل. يعني من غير مبرر ولا يمكن تبرير هذا الفعل بالمطلق، ولا يوجد يعني أي دافع يعني سواء سياسي أو أي دافع آخر من الممكن أن يعني يبرر هذا الفعل، خاصة عندما نتحدث عن أن هناك أعداد كبيرة من الأشخاص الذين يقتلون تلك الخيام وهم يفتقرون لأي مقومات أو أدنى مقومات الحياة الكريمة. لذلك يجب على الدولة أن تقوم بدعمهم، لا أن تقوم بجعل حياتهم أسوأ من وضعهم الأصلي. طيب أستاذ إيناس، كما تعرفين نحن على أعتاب فصل الشتاء، الشتاء في العراق بارد جدا، كيف تقيمين توقيت وهدف إزالة هذه الخيام؟ يعني لابد أن هذه الخطوة عندما تم اتخاذها يعني من أجل التضييق على هؤلاء الأشخاص، من أجل يعني إشعارهم ب يعني أقصى الظروف، وهذا الأمر يعني لا إنساني البتة، لا يمكن تبرير هذا الأمر. يعني لا يعلم أو لا يوجد يعني أهداف معلنة عن هذا الفعل، ولكن فعليا ترك أشخاص في العراء في ظروف جوية سيئة، سواء كان فصل صيف أو شتاء، نحن نقول عن أشخاص موجودين الآن في العراء، هناك أطفال، هناك أشخاص يعني كبار في السن، لا يمكن أن يتم أو أن يقوموا باحتمال هذه الظروف القاسية، وبالتالي هذا الأمر سوف يؤدي بهم إلى الموت. وهنا أشدد على مسؤولية الحكومة العراقية عندما أو عند حصول أي مكروه إلى أي شخص من هؤلاء الأشخاص الذين تم تشريدهم بهذه الطريقة. هذا الإجراء القسري برأيكم تعتقدين أنه يفيد الحكومة في شيء ما، أو الهدف الرئيس في مسألة يعني هدم خيام للنازحين؟ يعني كنظرة حقوقية وكنظرة نحن كقانونيين وكمعنيين في حقوق الإنسان، لاحظنا على مدار يعني السنوات الماضية قيام الحكومة العراقية بعدة ممارسات تشير بالضرورة إلى هدف معين متعلق بتغيير ديموغرافي في المنطقة. ربما هناك إعادة توزيع للسكان، وهناك يعني أهداف ربما سياسية، ولكن هذا الأمر يظهر جليا في من خلال إجبار بعض النازحين إلى العودة إلى مناطق التي خرجوا منها، في المقابل يعني منع بعض النازحين من العودة إلى مناطقهم على الرغم من رغبتهم بذلك. لذلك يعني هذه الأفعال والسياسات يعني إن دلت وإن صح يعني الافتراض بأنها تحدث إلى تغيير ديموغرافي وإلى تهجير قسري، فهذا أيضا يحمل الحكومة العراقية المسؤولية الكاملة عن هذه الأفعال، وقد يعرض كافة الأشخاص المتورطين فيها إلى المسؤولية الجزائية. أستاذ إيناس، النازحون يأسوا من أي إجراء حكومي بشأن معاناتهم، لكن كيف تقيمين موقف المجتمع الدولي من هذه الانتهاكات؟ نحن نرى ونتابع أن المجتمع الدولي يتصف بالصمت المطبق، ما السبب في ذلك؟ للأسف يعني المجتمع الدولي لا يضع الملف العراقي على أولى الملفات، أو بالأحرى أو لا يعطي الأولوية على الملفات الأخرى. يعني المجتمع الدولي يرى أن الشرق الأوسط مليء بالنزاعات، مليء بالكوارث الإنسانية، ولذلك ربما هناك ملفات تقدم على ملفات أخرى. ولكن أيضا هذا الأمر يعني إن كان هناك تعمد في عدم تسليط الضوء على الملف العراقي وما يحدث في العراق على صعيد الإنساني وعلى صعيد الانتهاكات، ف
فهذا ايضا يحمل المجتمع الدولي المسؤوليه. يعني لا يمكن ايضا ان نبرر الصمت الحاصل الان، لان الصمت ينتج عنه ضحايا كل يوم، وهؤلاء الضحايا سواء كانوا قتلى او كانوا مسجونين او معتقلين او حتى كانوا يعني انتهاكات على صعيد الحرمان من التعليم ومن الغذاء ومن الرعايه الصحيه، هذه كلها انتهاكات يجب ان تؤخذ بعين الاعتبار، لان هؤلاء بشر ولا يمكن تصنيف البشر على الى درجات، درجه اولى ودرجه ثانيه. لذلك يجب التحرك على المستوى ايضا الدولي والاممي ايضا من خلال يعني الوكالات التابعه للامم المتحده. من عمان الناشطه الحقوقيه ايناس زايد، شكرا جزيلا لكم.